دوبلي بلا هزيمه. لا ولكن ملي كنتكلم على اي 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 هو قصد الماتش على داك قصد ماتش سامارتيكس فوالا الراجل كانت رابحه بواحد قال يمكن بالبارح كنردوا على ماتش سامارتيكس عاود سمعت التصريح كانوا رابحين بواحد بقاو اي 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 كان بامكان يزيدوا بيوت اكثر وانا متفق معاه كان التصريح كيبين لك الواقعيه ديال 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 هذا المدرب لا وكيبين كيبان ظريف صراحه كيبان العقليه كيبان ظريف كيبان العقليه اللي خص يمكن تولي في اللاعب المغربي سيتادير ان مومون نوتخ لو جور ماروكان خصو يفهم انه الا بغيتي تفرج الجمهور فرجوه بالبيوت بغيتي تحترم الخصم احترمه بالبيوت وحتى الا بغيتي دير دي بوسيسيون طوال خصو ما يكونوا يكونوا ميتريزي ولي ولي لوك عندنا اللاعب اكثر من الكرادان بالجمهور كيبان لي ديك صافي مشى ماتش حسن باقي خمسه دقائق سته دقائق دير بوسيسيون طويله واحد زيرو اللي صعيبه شويه هذيك واحد زيرو الجيش الملكي 9 بيت ماركي زيرو انكيسي الرجاء اون ريفانش دو ديفيت دافيلي وطنجه جوج انتصارات متابعين متابعين البارادوكس هو فرقه اللي ما وجدتش البطوله بالشكل الملائم واللي دابا ليدر ولا كو ليدر والفريق اللي هو بطل واللي ما انهزمش طيله الموسم اللي فات هو انهزم جوج ماتشات انهزم جوج الماتشات وما عمرها وقعت من 67 68 ما عمر الرجاء خسرت اشنو وقع لي دو بروميير جورني ما خسرتهمش الرجاء من 67 68 شنو وقع في الرجاء وشنو القراءه ديالكم الماتش اللي وقع البارح في تطوان انا اللي كيبان لي وانا اللعابه ما بقاش عندهم لو بليزير كيبان لي في التيران بينوا اللعابه ولاو كيدخلوا بحال بحال شي واحد غادي يخدم وما حامش الخدمه ولكن خصو يمشي يخدم باش يتخلص هذا هو اللي كيبان لي شنو السبب كونتريرمون العام اللي فات شنو السبب باش كيبان العام اللي فات الدراري داخلين مقصرين باللغه ديال الكره داخلين باغيين يقصروا شنو السبب شنو الفرق بوتيتر نوفيل انترينور بوتيتر ما لا 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 فيلوزوفي ديالو ما تقبلوهاش ولا لي زونترينمون ما كيدوزوش مزيان حنا ما عارفينش شنو كاين في لاكويزين انترن ديال الرجاء ولكن حنايا انا قلت لك على لو بريسونتي ديالي فاش كنتفرج في الرجاء الرجاء ملي كنشوفها كنشوف واحد غادي البيرو خصو يلبس شوميز وكرافات وخصو يمشي للبيرو ويحط لافيس ديالو ويجلس ويدير اون طاش تك 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 ما غنبدعش لانه فريمون ما حامش داكشي اللي كندير عطاني عطاني السوبيريور ديالي عطاني اون طاش غنديرها غادي نديرها الا ليتر صدقاش هذيك ما صدقاش دبر راسو وتحمل مسؤوليته هادشي اللي بان لي في اللعابه ديال الراج كونتريرمون لا سيزون اللي فات اللي كيبان لك بانه كانت الاجواء حسن وكانوا اللعابه كيتعاونوا وكانوا اللعابه كيلعبوا باش هما يستمتعوا باللعب هذا سوغ الماتش ديال البارح واش كي جا لكم داك الميليو تيران اللي دابا دقيقه انا باغي نعطي الميليو لطنجه هي الاولى طنجه لا برافو طنجه انا غنهضر على غير انك الحرقه ديال خصني نهضر هي الاولى غنسبق النقد عاد غنمشي للشكر حيت طنجه هما اللي ربحوا البارح الرجاء ما عرفتش الاختيار ديال المدرب من البدايه طبيعه التصريح اللي كان خرج على اختيار المدرب ما فيهش ولو معيار رياضي ولو معيار رياضي في التصريح ديال اختيار المدرب ولو معيار رياضي واحد واش تختار على الصالير ديالو على حسب ما تسمع او تقال تختار حيت ملي هضروا معاه في الانترفيو قال لي ما نعرف لعبة الرجاء كاملين انا وكريم عارفين لعبة الرجاء كاملين شي معيار حتى انا عارفهم ماشي معيار شان كعجب هذا الانترينور حيت رخيص صافي انا قلت لك معايير ماشي رياضيه والمدربين في المغرب هنا رخاص كاين اللي يقدروا بلاتي كملوا ماشي معايير ماشي رياضيه اوكي كتسمع التصريح شنو تيقول لك تيقول لك لا راه درنا دراسه ديال المباريات السابقه الرجاء باش تقصاو في لا تشامبيونز ليغ ولقينا ان اسلوب الرجاء هو اللي خسروا مزيان اسلوب اوكي دابا جيتي مدرب باش يربحك دي ماتش تشامبيونز ليغ اللي اصلا باقي ما عمرو لعبوا هو اصلا تشامبيونز ليغ كنظن باش هو غيربحوا هذه الاولى وماتشات البطوله كي غادي دير فيهم تبقى تخسر حطم الارقام ديال 67 64 63 باش الشامبيونز ليغ مقمر اونتر بارونتيز واش غتقدر تصدق ولا لا وعلاش غتغير اسلوب اللعب وطريقه اللعب اللي دات لك دوبلي بلا هزيمه نينجح. اول مره في تاريخ الكره الوطنيه علاش غتبدلها الاختيار ديال المدرب كان عنده علامه استفهام كبيره ومستمره ولودوت راه كان من البدايه يربحوا مع غانا ربحوا مع النيجر كما كان نوع الماتشات كان ديما لودوت حاضر باش تدخل انت تلعب ماتش كونتر فريق طنجه كيبقى فريق قوي كوميم اه ما بريباروش مزيان مي ليكيب ديالو عندك اعراب عندك فوزي عبد المطلب عندك لعابه مزيانين في ميليو تيران كوميم لعابه حليفيه البطوله مع مدرب قوي اللي هو هلال الطير باش تلعب بزريده كميليو ديفونسيف بوحدو كبيفو ما عندوش ما عندوش زوتوماتيزم كاع وشكون اللاعب اللي قريب ليه بوكرين ميور مكدوزو عندك جبتي حداه باش انه يعاونو في ريكيبيراسيون ودرتي 10 النفاتي ولو كومبل بور كوريجي زعما لو شوا ديالك تحيد بوكرين حيدتي بوكرين لو جوغ لو بلو كرياتيف
ولعبتي كامارا كامارا علاش ما لعبش من الاول رغم انه كان افضل لاعب في ميليو تيرا في ماتش الاخر مع غانا كيفاش غنينا اليوم غادي نعرفوا غيتباع غيتباع هو الفريق فور فاكا الاماراتي مي غيتباع الله يسهل عليه ما عندك ماتش بطوله يلعب راه باقي سو كونترا في داك الماتش لا ما غير داكشي اجي واش تبعت واش محتاج تبيع لاعب وما عندكش ميليو ديفونسيف دو ميتي ما فهمتش راه ما عندهم جوج جابوا بيكورو وبيتا مي لا حيت كامارا كيتقيد اون كي سبور ما كاش كتحسب اترونجي دابا ان بلو دو باش يتقيد في ليست ديال لي سبور دونك كيتحسب ان اترونجي مي هذه المره الثانيه يعني مدرب طلب شي 300 طريقه مليون ولكن تكونفيرم صافي تكاليفه وما يمكنش يكاليفوا لك عدد اكثر ديال الاجانب ايرفي تحيد لانه كان خاصو يتحيد غيكون العدد اكثر دابا الرجاء عنده شحال خمسه ديال الاجانب لا الكاميرا راه بقاش محسوب اسبوار راه خمسه كانت بلا كاميرا كما قال الكريم لا غير واحد شكون كاين دابا غير واحد حاجه التونسي ديال لا ديفونس كاين بيكورو بوتا ساخو بوزو بوزو خمسه خمسه عاد كاين ايرفي وعاد كاين كاميرا ايرفي ما تحسبش ايرفي ما كاينش وكاميرا غيمشي غيبقى وكيفاش كاليفا نورمالمون ما تحسبش ايفان تروا ولكن هنا هنا الجونفي ما يبقاش ايفان تروا واخا هنا الجونفي سلك راه جاهم اوفر جام اوفر جام اوفر شحال هذا الاوفر هذا 300 وشي حاجه 300 300 وشي حاجه صافي باقي وباقي الفرق ديالنا تيبيعوا لعاب 300 مليون الرجاء والوداد شوف اختيار المدرب اختيار المدرب صراحه ما تخداش معايير رياضيه مع احتراماتنا الاراء بلاتي وشوفوا تسناو غنشوفوا تي كامل زوين مي تسناو نشوفوا شي داخل في علم في الروحانيات ما دخلش في شي حاجه اللي في الكونكري دابا المدرب كنظن غلطوا فيه غنقول لك مازال ما جبتوش لي اللعابه الجداد متفقين ولكن الفرقه اللي عندك راه ما تخسرش دو ماتش اصاحبي ما ديرش فيها دو باس مقادين اصاحبي البارح راه كانت يمكن لها تكون 4-0 في البريمير ليغ واحد راه على الخطر راه اوكي كيسيون واش الفرقه اللي بانت الباحك سون لي ميم زيريمون لعبوا كونتر سامر تاكس علاش كونتر سامر تاكس الدراري بانوا بواحد الوجه والبارح بانوا وجه اخر هذا هو سؤال واحد اخر شوف الاختيار ديال المدرب كان غالط ملي كتختار المدرب بالزربه وكتختار مدرب حيت رخيص نضربكم بصراحه راه هادشي اللي كيوقع هادو الكريتير علاش اختار راه هادشي اللي كيوقع نهضر على جوج نقاط وحده بعدا ديال اختيار المدرب نهضروا على طنجة تما اختيار المدرب لان الناس دائما كتمشي واه فلان هذاك لاجون جاب لينا هذا لاجون راه شوف لاجون عنده المدربين والعابه ديالو تيعرضهم ما كاتب لك يسير اللي كيدي هو اللي تيختار لاجون كيختار عليك فوالا كيقترح لك ماشي كيفرض عليك انك تختار ثاني حاجه خصنا نهضروا على الخدمه الكبيره ديال الهلال الطاير لان الهلال الطاير هذه المجموعه هذه وراه دار مجهود واش راه كان كيمشي عند اللعاب لعاب حتى للدار باش يقنعوا انه يجي ويتريني باش جمع هاد ال 11 وهذوك الدراري اللي كانوا ما بغيتوش راه الى الطير دار واحد العمل كبير بزاف مدرب واعر الى الطير في اخر اسبوع تصور بدا الاسبوع عاد بديتي نتايا لي بريباراتي باش درتي لعبتي واحد الماتش مع الفرقه ديال طنجه تما اللي في لاماتور مشيتي لاكادير لعبتي جبتي 3 بوان بالحرفه جيتي كاين التميز ديتي على الدراري هادو ديتيهم كونسونطراسيون خليتيهم يوجدوا وجبتي دوك الدراري الصغار اللي شفتهم انا ماشي حتى اسبوار ايدي سات لعب بهم تمارين وخلى هاد الفرقه كتوجد الهلال الطير الله تمدرب شي هلال والله كون كانت الظروف مساعده في طنجه تينافس على البطوله كلها والله العظيم ما عندوش ظروف الهلال قلتها البارح في الميسيون غنعاود نقولها اليوم علاش ما كتعطاش الفرصه المدربين بحال الهلال الطير اي كومباني علاش شنو دار في طنجه اون سيزون اللي مليئه بالاضرابات ودار لو مانتي وجا فواحد لا بيريود اللي صعيبه والان البروف زعما البروف انه ان كرون اونترينور علاش هلال الطير مثلا ما جاتش فرقه مهيكله فرقه مكيفه هو اصلا فاش بدا لا بريباراسيون فيزيك وي فين بدا؟ في الرجاء داز اونترينور ادجوان فين بدا؟ درب ليسبوار درب مشى البرك كان دار اونترينور لا بريباراتور فيزيك مشى درب ليسبوار ديال طلع اونترينور اسيستون جي اللي كان طلع وكان وكان اونترينور ادجوان في لا كوب دي موند 2013 علاش اش ما تعطاش فرصه مثلا كمدير رياضي في رجا هلال الطير علاش مثلا ما تعطاش فرصه في رجا كان اونترينور ادجوان في بركان سؤال زعما علاش حقرا كتجيب مدرب خصنا نجيبوا واحد اترونجي غير معروف ما كيعرفوا حتى واحد حتى شي واحد ما عنده والو اجنبي وبغيتي تجيب اترونجي مزيان كاين المدرب الاجنبي بنجحوا واش لما المعايير الاختيار راه معايير الاختيار هما الاسلوب اللاعب الاسلوب ديال المدرب واش كي يلائم اسلوب اللعابه اللي عندك واش الا كان غادي شونجي لو جو واش يقدر يكون فليكسيبل في بعض المباريات يلعب هنا وهنا وكيف ديال غياب مدير رياضي اصاحبي عندي ما عندهمش مدير رياضي مديح مشى مدير ولكن اللي حسب الفتره باش شنو الدور ديال مديح الفتره اللي تختار فيها المدرب مديح ما كانش كان فانت كونترا كان مازال وعيطوا لي غير مشى الاختيار ما كانش في مديح الاختيار كان ما بين مستشارين ديال كنظن ديال المكتب المسير هما اللي اختاروا وكانوا كان نشوفوا انت قلت واحد حاجه اخرى حاجه اخرى 67 الراجل ما خسرش دو ماتش بطوله صعيب الاولين حاجه اخرى اسمح لي يا صاحبي مني
ملي كتبقى تتعامل مع ان سول اجون جو بونس بلي تو كوندان ليكيب كامله زعما سي مون افي ملي ان اجون كيجيب كيجيب ما كندويش على ليكزومبل جو بارل دون ايكيب اكس كيجيب ان اجون ايغريك هذا اجون ايغريك كيجيب كرونتانو كيجيب خمسه سته ديال اللعابه كتعامل مع شخص واحد واش ما كياخذش ليكيب اونوتاج هذا سؤال انا نتمنى ان الراجل ملي غادي بكله تلعب لي نوفيل ريكرو ديالها ابارتيغ دو لا ترويزيام جورني مشكل اعمق ولا هذا الويكاند يكون واحد تحسن في الكره بعد مشكل اعمق من هذا شوف اللعابه راه معنا في ماتش تفرج ليهم المدرب المشكل اعمق من هذا لونترينور كان كيبان ليا انه الاسلوب ديالو مختلف على اسلوب فريق رجاء الريال مختلف سيد لا يؤمن بوسط الميدان كاع وتيتي فرقه اللي اصلا النهار تاسست كتلعب ميليو تيرا هو نقطه القوه ديالها من نهار تاسست علاش غنرجعوا من نهار تاسست غير العام اللي فات كان الميليو من نقطه القوه ديالها يعني انت حيدتي لي ميور زيليمو مشاو ليك راه مشى بكازي راه كان مزيان وكان شكون اللي كيلعب بلاصتو مبارك وكان كيلعب بلاصتو كامارا هادو هما ثلاثه كانوا كيلعبوا في ميليو تيرا زريدا غوليور زريدا بقدرته قادر ولا ميليو ديفونسيف زيدا ماشي ميليو ديفونسيف 8:53 مينوت البارح كذلك لا اي اس بي دقات في الطابله وقالت لكم انا هنا موجوده وغنلعب على البطوله دوزيام فيكتوار دافيلي دوزيام كلين شيت دافيلي وهاد المره ودوزيام ديبلاسمون دافيلي كوتريام كلين شيت دافيلي لانهم جوج ديال الماتشات ما كان على البطوله شوف لاكاف ما تمارك عليهم حتى شي حاجه اهم انتداب اهم اضافه كاينه هي المحمدي اللي ماشي غير انه غارديان فيت انا كنشوف محمدي كيفاش يهضر مع اللعابه اونترينور كيفاش كيهضر دغيا في اللعابه كيفاش كيهضر مع منعود شفتوا الماتش اللي فات ديال البطوله وشفتوا الماتش ديال البارح كي كيعطي لي كونسين كيفاش اكيليبرا لا ديفونس ملي جبتي منعود شوف كل لين فيها لعاب اللي عطى الاضافه كاين كارديان بوت دارير دروا منعود اضافه كبيره في الفريق سومايلا في ميليو تيران شوف برافو المدرب لانه هو اللي اختاره واللي جابو تيعرفو سي دي بي وي سي دي بي سومايلا سي دي بي لاعب في المستوى العالي اللاعب البرازيلي